لو ده حضرتك ما دقتش بقى الكنز اللي بالبندق تحفه. ولا الكنز ابو الاصدق ولا بفندق. اكتم يا اصل انت فاكر اللي خطفك القرصان ام حنان؟ لا ده انا زعنفت البحر درويش. ولا ايه اللي انت رفت على دماغك ده؟ انت رفت عن اقتناع ولا موضه؟ سلطان انا حاسس ان انا شفت حضرتك في حته قبل كده. ايوه بايلوت اوف ذا كاريكيان جوني الديب كان عامل قصه حياة القرصان زعنفت البحر درويش اللي هو ايوه صح. انت مش شفتيه في الفيلم؟ بس ورحمه امي ما احله وهجيبه هنا هو وصناع الفيلم. الكروز ده كله همسمره هنا في المركب. ليه؟ عشان الفيلم ده متزيف فيه الحقائق بتاعت قصة حياتي، وجوني الديب مش هو الشخصية اللي تجسد شخصية زي حياتي كبيرة. طب حضرتك يعني يا قرصان زعنفة كنت عايز مين يجسد شخصيته؟ يعني الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الأستاذ كمال أبو رانيا. فنان؟ فنان. أمال أنت هتاخدوني في دقة؟ استنوا بقى أما نشوف الكاركترات اللي مرمية على الأرض دي. انت هذا اللي لابس الراجل الكاوتشوك؟ كنز فينيو. انا والله العظيم كنز فينيو. والله العظيم كنز فينيو. طب اقول طيب والله العظيم انا ما اعرف حاجه عن موضوع الكنز. البنت دي هي اللي معاها الخريطه. ما دخلنيش في كاسس بقى. البنت اللي هي نصها بني ادم من فوق ونصها حوت من تحت. لا انا قصدي على دي اللي جنبي على طول. تبان عليكي بنت ناس. انت ايه اللي ممشيكي مع العيال دي؟ قولي يما قولي يا ماما كنزي فين؟ هو ده الكنز ولا يا قرصان؟ اكسيلانت على قولهم الرمانه. مفيش رمانه يا قرصان. تعرف ان انا هقتلك عشان انت مهمل ما جبتش ادواتك معاك ليه؟ طيب احنا محتاجين نخطفهم. هنقدر نعمل كده ولا صعبه برضه؟ هنقدر نعمل كده يا قرصان. هنقدر؟ هنقدر يا قرصان. إذن فلنذهب إلى جزيرة الظلمات. بص يا معلمين لو ما اتكلمتوش وقلتوا الكنز فين انا هغرقكوا هنا. انتوا عارفين واقفين فين؟ حط سمك صح؟ لا ده الطرنش الرئيسي بتاع جزيرة الظلمات. انتوا مش شايفين الكاكيل على وش الميه؟ غرقوهم في الكاكيه. استنى يا عم انا عارفه الكنز فين. كنت بعدي كل يوم وانا رايحه لخالتي اودي لها الطلبات بشوف. طلعهم بقى اللي هيغرقوا. طلعوهم من الكاكيه. استنى يا البتاعه دي مش نافعه بايظه عرقت ايدي. خدوه طلعوهم من الكاكيه. يلا ركز معايا. هتفضل ماشي كده جنب الشعب لا تحاول يمين ولا شمال. ماشي ماشي. هيقابلك نجمه كبيره واخطبوط كبيره عديهم. بعد كده فوت اول يمين لا تاني يمين لا تالت يمين لا. بعد كده هتلاقي الطريق كده اخدك اتجاهين. ها خد بالك اتجاهين. بعد كده هتلاقي علاء اساله. علاء مين؟ علاء الكابوريا. طب انا هساله ازاي والبتاع بتاعت التنفس دي في بقي؟ مش هعرف اتكلم. ثانيه واحده يعني انت لو بتاعت التنفس مش في بقك هتسأل الكابوريا والكابوريا هترد عليك؟ اتسحلت في القصة يا بهجة.
ما احنا في عبس يا جماعه، عبس. احنا في مصيبه. عبس كلام كتير قدام الكبير وما فيش احترام. قاذورات في جزيره الظلمات. بص يا فشوخه الشيخ، بص يا فشيخه، انت قدامك مهله. انا مش قادر احددها، بس لو ما رجعتش بالكنز في خلال المده اللي انا مش عارف احددها قد ايه، انت عارف بقى، بدل ما تغطس في الميه هتغطس في الميه. لا لا خلاص خلاص يا سيد البحار. وخلي بالك لو غطست في الميه وحاولت تتصل بالبوليس هجيبك. مش هيحصل يا سيد البحار. وحاكمها. ورحمة أم يا معلمين، لو مصاحبكوا جه بالكنز قبل الساعة دي ما تخلص لكون قتلكوا انتوا الاتنين، ودي هخللها وعملها في سيخ. بس ده مش فير على فكرة، والله العظيم تلاتة ده ما فير. هو اللي مرجعش، تقتلنا احنا ليه؟ ما تقتله هو. ايوه يا ابني ماشي، بس انا هقتله ازاي وهو مش موجود؟ ما تخلي عندك عقل، هقتلكوا انتوا يا كرسان. فشيخة، ها سبع ولا كلب البحر؟ ما اعرفش بقى، انا لقيت الصندوق ده يمشي معاك الكنز ولا ايه؟ الصبر، احنا نفتح ونشوف يمشي معانا ولا لا. وز هي دي اللي بقالي كتير مستنيها. انت منزلني البحر 50 متر تحت عشان تطلع لي بساعة ما تساويش 10 جنيه؟ مغفل وخرنت. الساعة دي ساعة أثرية، بتعمل حاجة مفيش ساعة تانية تقدر تعملها. الساعة دي أساسا بتاع الجد الأكبر شعبيات البحر درويش، ياما شعوب وقبائل موتوا بعض عشانها. شعوب وقبائل موتوا بعض عشان الساعة دي؟ ما لو ساعة رولكس كان عملوا ايه؟ اسكت يا بنت، اسكت. الساعة دي عارفين بتعمل ايه؟ ايه؟ بترجع في الزمن لورا. عادي يعني، ما اي ساعة رجعت عقربها هترجع بالزمن. ايه دي؟ اي ساعة بظبطها يعني ورجعت عقربها هترجع في الزمن. ايه؟ اسكت يا ابني. الساعة دي بترجع في الماضي البسيط، الفيوتشرز. هديكوا مثل. ايه ده؟ طيب بعد اذنك يعني ممكن ترجعني شهر واحد بس ما اخونش مراتي؟ داليا ممكن ترجعنا 36 ساعة ما نجيش أصلا مرسى علم؟ لا الساعة دي يا ابني أنت وهو بترجع في الزمن لورا 12 ساعة بس. طب حضرتك يا كرسانة هتعمل فينا إيه دلوقتي؟ حسب قانون القرصنة المادة 25
الصادرة في مارس أذار سنة 1936 بتقول يحق لكل مواطن مخطوف إمهاله مهلة 12 ساعة لمحاولته فيها الهرب. يعني أنت هتسيبنا نهرب؟ طبعاً أنا قرصان قانوني ماشي على العرف وعلى الأصول، عشان كده هديكوا المهلة 12 ساعة تشقلبوا فيها وتحاولوا تهربوا. أيوة، ولو ما عرفناش نهرب ساعتها بقى انتوا عارفين.